أهلا بكم، وننتقل مباشرة إلى صيدا حيث تضعنا الزميلة هنادي رحمي بآخر الأجواء الميدانية. هنادي، ما هو الجديد لديك؟ نعم، إذا فادي، منذ بعض الوقت سمعنا أصوات لطلقات نارية تتصاعد من داخل المربع الأمني أو من محيط مجمع بلال بن رباح هنا في عبرة. سألنا بعض المعنيين بالموضوع أو بعض المصادر الأمنية المطلعة على ما يحصل جوا، فأكدوا ربما هناك إذا شخصية سياسية بارزة وصلت فادي في هذا الأثناء إلى منطقة صيدا، أغلب الظن أنه الرئيس فؤاد السنيورة. إذا نظن أنه وصل إلى المنطقة منذ بعض الوقت. مها السنيورة بورسير السنيورة إذن فادي، هل لا تزال معي؟ نعم، نحن بانتظار فادي. معرفة الشخصية التي وصلت في هذه الأثناء. فادي، هل أنت معي؟ نعم هنادي، أنا معك. إذن كما قلت هنادي، فقد وصل الرئيس فؤاد السنيورة إلى مجمع مسجد بلال بن رباح للاطلاع. إذن مشاهدينا الكرام، كما شاهدنا فقد وصل الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الحكومة السابق، رئيس كتلة المستقبل، إلى صيدا، إلى مجمع بلال بن رباح لتفقد المكان الذي وقع فيه الحادث. وكانت الزميلة هنادي رحمي قد أفادتنا بسماع أصوات طلقات نارية في محيط مجمع بلال بن رباح من دون معرفة الأسباب وتداعيات إطلاق هذا الرصاص. حتى الآن هناك طوق أمني يفرضه الجيش اللبناني في هذه المنطقة. هنادي، نعم فادي، يعني كنت تتحدثين عن سماع أصوات لطلقات نارية في المنطقة قبل وصول الرئيس فؤاد السنيورة. ما هي الأجواء أيضا؟ نعم، لديك بانتظار إذا كان الرئيس السنيورة سيدلي بأي تصريح أمام الصحفيين. نعم، يعني عندما كان في طور دخوله المنطقة لم يدلي بأي تصريح الرئيس فؤاد السنيورة. سوف ننتظر خروجه لكي نعلم إذا كان سيتحدث عن مشاهداته في الداخل أو عن يعني موقفه تجاه ما حصل في الساعات الأخيرة. أما الآن فادي، وبالعودة إلى موضوع يعني صوت الطلقات النارية التي كنا قد سمعناها منذ بعض الوقت، ذكرنا أنه كنا قد تحدثنا إلى مصادر أمنية مطلعة على ما يحصل هنا في المنطقة، فأشارت هذه المصادر إلى أن ما حصل هو أن الجيش اللبناني المنتشر في الداخل رأى أشخاص ليسوا مسلحين، رأى أشخاص هم ربما من سكان هذه المباني في الداخل، حاولوا الدخول سرا إلى بيوتهم لتفقدها، ربما يعني لمعرفة ما حل بها بعد المواجهات التي دارت في الساعات الأخيرة. ولكن عندما رآهم الجيش حاول إطلاق النار في الهواء من أجل إبعادهم ومنعهم من الدخول، خصوصا وأن الوضع الأمني هنا في المنطقة حساس جدا. نكرر أن المسلحين الذين كانوا منتشرين هنا في المنطقة تركوا كل الأغراض، كل الأشياء هنا ملغومة، المتفجرات موجودة في كل مكان، هناك أغراض كثيرة مفخخة. يعني الجيش اللبناني يشك في كل شيء، في كل غرض يراه قبل أن
يدقق به. هناك حذر شديد من قبل الجيش اللبناني تجاه كل ما هو موجود هنا، لذلك هو يمنع الدخول، أو لذلك على الأهالي أيضا أن يعني يمتثلوا لأوامر الجيش ولتعليماته بعدم الدخول إلى المنطقة. إذن عملية التفتيش الدقيق هنا لسلاح الهندسة في الجيش وأيضا للخبراء العسكريين مستمرة إذن، وسط حذر شديد وشكوك بأن يكون كل شيء هنا في هذا المربع الأمني مفخخ. إذن نحن فادي الآن بانتظار انتهاء الجولة التي سيجريها الرئيس فؤاد السنيورة هنا في المنطقة لكي نرى ما إذا كان بعدها سوف يدلي بأي تصريح. فادي، لكن للتأكيد هنادي أن طلقات النارية التي سمعت في داخل المجمع هي طلقات تحذيرية. نعم، يعني هكذا وصفتها المصادر الأمنية للأم تي في. يعني عندما رأينا هذا التأهب كان هناك شك بالعثور على أحد المسلحين، ولكن تبين أنها مجرد طلقات نارية. إذن يبدو أن الرئيس فؤاد السنيورة خرج من المنطقة، وسوف ربما سوف نحاول أن نسأله عن موقفه تجاه ما رأى في الداخل. داعس على الكابل. دولة الرئيس، وطن زيح شوي أنت من هون. دولة الرئيس يعني تعليق على يلي شفته بالداخل بالمنطقة جوا. عينت مسرح الجريمة، شو تعليق بدون على الموضوع؟ بدون أدنى شك هذه جريمة ضد الوطن، ويعني بهذا المكان لا بد لنا من أن نعبر عن تقديرنا لهذه التضحيات الكبرى التي قام بها الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن والتصدي لهذه الجريمة. وطبيعي هذا أمر بيعطينا فكرة عن أهمية الدور الذي ينبغي أن يلعبه كل الوطن في التضافر الجهود للوقوف صفا واحدا ضد من تسوي له نفسه بأن يعتدي على مؤسسة الجيش اللبناني التي هي عماد الوطن وحمايته. وطبيعي نحن بهذه المناسبة أيضا نؤكد على أهمية المبادرة من أجل أيضا معاملة الجميع بذات المعايير، أي أنه لا يمكن أن يصار إلى إنهاء الحالة التي تميزت بهذه المربع الأمني، وبالتالي ما قامت به مجموعة أحمد الأسير من أعمال إجرامية في هذا الخصوص. ونسكت عن مخالفات كبرى للقانون بوجود أيضا شقق أمنية هنا وهناك. بالتالي يعني المواطنون اللبنانيون أينما كانوا يتوقعون من الجيش اللبناني أن يعامل الجميع بالسواسية وبالمثل، وأن يطبق القانون على الجميع دون أي تفريق لجهة أي فريق أو أي مجموعة. الرئيس، يعني هذه مقدمة لنزع كل السلاح. الحريري، في عندهم بعض الملاحظات، شو رأيك بالملاحظات اللي أبدتها على الموضوع بالأمس؟ لا، بدون شك أن الملاحظات هذه يجب أن تغني كل من يحاول أن يتولى الشأن العام. يعني في ملاحظات دائما يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار وأن نصوب المسيرة بحيث يصار إلى معالجة هذه الملاحظات. ولكن صدرت بعض الأصوات، دولة الرئيس كيف تمكن الأسير من إدخال كل هذه الكميات من الأسلحة إلى المنطقة؟ كنايب حضرتك عن المنطقة هذه مسؤولية وزير الداخلية وصفها بقلعة حصينة من المتفجرات مسؤولية الأجهزة الأمنية، مش هيك؟ ولا مسؤولية وجود نواب المدينة؟ بسألك. لا، عم بسألك أنا إنه هذا يعني مسؤولية نواب المدينة الوضع الأمني ولا مسؤولية الأجهزة الأمنية؟ دولة الرئيس، شو رأيك على المصري؟ إذن فادي، هذه كانت أجواء زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لهذه المنطقة في عبرة. نعم. أحمد،
إذن اعتبر أن دخول السلاح هنا في المنطقة ليس من مسؤولية نواب المدينة ولكنه من مسؤولية القوى الأمنية، متحدثا طبعا عن ضرورة التعامل بالمثل مع كل الجهات المسلحة أو الجهات التي تملك السلاح في لبنان خارج إطار الدولة. إذن في هذه الأثناء غادر الرئيس فؤاد السنيورة لهذه المنطقة، وعدنا نشاهد من جديد الجيش اللبناني داخل ما يسمى بالمربع الأمني المحيط بمجمع بلال بن رباح في عبرة. ما عدنا إذن نسمع أصوات طلقات النار التي كنا قد سمعناها منذ وقت قصير، هذا طبعا دليل على أنها لم تكن سوى طلقات نارية تحذيرية لمنع دخول أي شخص حاول الوصول إلى بيته أو إلى الشارع هنا، هذا الشارع إذن الذي بات يتميز بوضع أمني حذر نظرا إلى كثافة المتفجرات الموجودة داخله ونظرا إلى يعني كثافة الأغراض المفخخة. نذكر بأن عملية التفتيش التي يجريها سلاح الهندسة في الجيش اللبناني وأيضا الخبراء العسكريون هي عملية تفتيش دقيقة جدا وحذرة، إذن من أجل تأمين سلامة المنطقة وسلامة كل الأهالي ومن أجل إخلاء هذه المنطقة من كل أمر غير شرعي. على أي حال هنادي سنعود إليك لاحقا في حال سجد أي شيء طارئ في المنطقة التي تتواجدين فيها. هنادي رحمي شكرا جزيلا لك، ونشير إلى أن الرئيس السنيورة كان زار موقع عبرة واعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة ضد الوطن. بهذا المكان نعبر عن تقديرنا بتضحيات الجيش اللبناني، وهذا أمر يعطينا أهمية لهذا الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني على كافة الوطن، داعيا للوقوف صفا واحدا خلف مؤسسة الجيش اللبناني، وأكد على أهمية المبادرة من أجل معاملة الجميع بالمعايير ذاتها، ولا يمكن أن يصار إلى التفريق بين المواطنين، ودعا إلى السماح إلى عدم السماح بوجود شقق أمنية هنا أو هناك. للمزيد من التفاصيل في النشرة المسائية، إلى اللقاء.